المكان رائع، هادئ، مناسب للعائلات، ولا أحلى من هيك إطلالة ولا أجمل. اكتشفت لكم مكان إشي مرعب، خليكم معي، طلة بتخوف، جلسات عكيف كيوفكم، تعالوا نشوف المكان. المكان مطل، مرتب، في جلسات، هدوء رائع جدا، جوا عمان، قريب، يعني مش رح تاخذ هم المشوار، مش رح تاكل هم المشوار ابدا. احنا بتعليق الضفتين، المكان رائع، هادئ، مناسب للعائلات، ولا احلى من هيك اطلالة ولا اجمل. وبالمناسبة اذا جوعانين جيبوا معكم برجراتكم من برجر ميكرز، او جيبوا معكم طبخة المقلوبة والى اخره، على دجاجتين من دجاج طاحونة، وعبوا هالراس مع هالقعدة الحلوة، اشي رائع جداً.